اهلا بكم اعزائي المشاهدين، حلقه جديده ويلا نصلي. وقت احباط وكآبه بيحيط بالعالم كله، الناس في حيره من امرها وفي حاله من عدم الفهم. الدنيا كانت ماشيه كويس وفجاه اتغيرت، الاحوال اتبدلت، الناس حاسه انها ماشيه في نفق مظلم مفيش بصيص من النور. ده كان حال بعض الناس بعد صليب المسيح، حيره وعدم فهم، اسئله من غير اجابات. يا ترى في الظروف اللي زي كده الحل بيكون ايه؟ وايه يساعدنا نخرج من الحالة ديت؟ ده موضوع حلقتنا النهاردة مع المهندسة مارجو الجمل. برحب بحضرتك يا باشمهندسة. اهلا بيك حبيبتي. كل سنة وحضرتك طيبة. طيب حبيبتي. العالم بيعدي في ظروف مع كورونا من الحيرة والإحباط، وكأننا ماشيين في نفق مظلم مش عارفين بكرة رايح بينا على فين. البعض مننا متأثر بالحالة ديت، يا ترى يعني نقدر نساعدهم ازاي وايه يقدر يخرجهم من الحالة ديت؟ عايزة في البداية يعني ممكن نشوف الوجه الاخر من كورونا. ممكن يعني في اخبار مفرحة، يعني ممكن من الجافي تخرج حلاوة. هقول قصة حقيقية حصلت قريب جدا. في واحدة من الخادمات اختها عايشة برا بعت لها فيديو، لحد هي لما شافت الفيديو اتأثرت جدا لان الدموع كانت مالية عينيه طول الوقت، وهو بيحكي ازاي ان هو طبعا من طريقة الحكي بتاعه ونفسه اللي كان شوية مقطوع كده انه واضح انه كان في الحجر وكان مصاب بكورونا وطبعا اتعافى منها. بس هو بيحكي حاجة كانت عجيبة جدا. بيقول في وقت ما انا كنت في الوقت الصعب ده المرض اتمكن منه لدرجة انهم كانوا فاضل وقت قليل قوي يحطوه على اجهزة التنفس. كان وقت صعب جدا، طبعا الدكاترة كانوا قايمين بدورهم ممرضات، وده طبعا شيء مقدر جدا، ربنا يساعدهم ويعينهم بجد. لكن بيقول في لحظة في يوم من كتر شعور بالوحدة واليأس وإحساسه إنه ساعة الموت قربت قوي قوي قوي، كان في حالة بيقول مش قادر أوصفها. صرخت وقلت له يا رب الحقني. ممنوع طبعا في الوقت ده حد يزور، حد يجي، ولا عيلة ولا قرايب ولا حد من الكنيسة ولا أي حد، ممنوع طبعا. فكان إحساس قاتل، وكان حاسس الوقت بيمر ببطء شديد، وهو كمان مع إحساس الموت بيقرب منه والحالة كانت صعبة قوي. فصرخ وقال له يا رب الحقني، أنا عارف ما ينفعش حد يجي لي، بس أنا تعبان من فضلك. بيقول شوية الوقت كان صعب جدا، بس شوية لقي عامل النظافة دخل. عامل النظافة دخل بيقول كأني بصيت فيه شعاع شمس كأني في عينيه. وابتدى طبعا كان واقف عن بعد يعني قرب باب الاوضه، وقعد يتكلم معاه. بيقول كان قاعد يقول لي كلام مشجع، وقعد يسال عليا ويطمني ويقول لي ما تخافش، وقعد يحكي لي ان هو كان اديله 14 سنه في نيجيريا، وابتدى هناك يشوف قد ايه الله اتعامل مع ناس كتير واعلن ليهم محبته، ناس اتغيرت وناس كانت بعيده، وابتدى يحكي له قصص عجيبه عن الرب يسوع وتعاملاته مع بشر كتير هو شافهم بعينيه. لدرجة هو بيحكي له بيقول أنا الدموع ملت عينيا لأني أدركت يسوع اللي كان بيجول يصنع خير وعمل كده مع ناس، كان بيجيلي في الوقت ده من خلال هذا الشخص وبيكلمني والدموع ملت عينيه. الشخص المبارك اللي هو عامل النظافة دي هو بقى خلاص يعني بعد ما حكى كتير قال له تحب نصلي مع بعض؟ قال له أرجوك أرجوك صلي معايا. قعدوا يصلوا، قال له صلي معايا، وابتدى يقول له رب اشفيه، رب انت اللي تشفي الرئتين، رب انت اللي تفتديه وتدي له عمر جديد، وانت رب اللي تملك قلبه وحياته. بيقول صلى معايا صلاه وبعدين سابه. بيقول انا في الوقت ده بعد الصلاه دي حسيت كان حمل تقيل عليا قوي كان على صدري وتشال، كاني الاول مره. بيقول شعرت فعلا اول مره بتقلب، وده كان صعب بسبب وطئه المرض ما كانش قادر يتقلب. بعد شوية شعر انه شهيته رجعت له، كان نفسه ياكل. هو قال بنفس التعبيرات بتاعته، كان نفسي اكل شيبسي بطعم الجمبري ونفسي في كوكولا. وكان باصص للسماء وكأنه حاسس بحاجة كده جواه حلوة. العجيب بقى انه الصبح تدب بالامل. ايوه كان شاعر باحساس رائع لدرجه رفع عينه وقال له ممكن يا رب، يعني قدر يتكلم مع رب بعد ما كان يائس ومحبط. جه تاني يوم بقى الحاجات الاعجب بقى ليه، نفس الشخص اللي عامل النظافه داخل ومعاه علبه فيها برتقانتين وفيها كيس شيبسي بطعم الجمبري اللي هو كان عايزه وفيها الكان كوكولا. هو ساعتها وهو بيحكي في الفيديو في الوقت ده اتخنق بالبكا جدا جدا جدا، وقال محدش يقول ان يسوع مش حاسس بيه، ان يسوع مش دريان بيك، ده يعرف يجيلك وقت ما كل الناس ما تعرفش تجيلك. انتوا ممكن تقولوا عليا مجنون، انا فعلا بقيت مجنون بيسوع، حاسس بيا ودريان بيا وقد ايه هو جالي لغايه عندي.
الفيديو كان مؤثر جدا لدرجة كان بيقول الآية اللي هي بتاعت يعني ان الرب قريب، يعني لا يعدم وسيلة، لا يعدم وسيلة، وصل عن طريق عامل نظافة، لدرجة هو بيقول يمكن ده كان ملاك، انا كنت شايفه عامل نظافة، ومش بعت له اي حد، بعت له حد كمان في قلبه حاجة حقيقية غنية بركته. الله لا يعدم وسيلة، فعلا بيوصل أكيد لكل وقت حد الصلاة فينا. فرق جدا وقت الصرخة، وقت الاحتياج يا رب بعت له. اعتقد ده يمكن هرجع لسؤال حضرتك في الاول، انه يمكن ده كان حال فعلا تلاميذ الرب يسوع بعد الصليب. بعد الصليب مروا بوقت صعب جدا، لانه طبعا وقته كانوش عارفين الشخص المبارك اللي كان مالي عليهم حياتهم، الكبير بتاعهم، العزوه، السنده، رب يسوع بكل الخير اللي كان فيه، وكانوا طبعا هم شايفين فيه ده المنتظر يفدي اسرائيل، وهو اتصلب وخلاص، والاخبار كانها اتقطعت. فكان الحياه كانها انتهت، كان خلاص الرجاء اتقطع، وكل فرحه جايه، وكل حاجه بكره، مفيش بكره خلاص، كل كانت حاجة حلوة في حياتنا كأنها بتخلص أو بتنتهي أو انتهت. طب موقف الرب يسوع كان إيه؟ ده موقف تلميذي عمواس، وده اللي هناخده بروح التأمل. هو الموقف ده غني قوي في إنجيل لوقا إصحاح 24، بس هناخد نقط كده صغيرة. هو حاجة معروفة تلميذي عمواس، يقول الكتاب المقدس إن هما كان عندهم هما الحالة دي، الحالة دي إنه خلاص عبوسة ويأس، وخلاص بقى سابوا أورشليم ونزلوا، كان كل واحد فكر يروح بلده، يروح المكان اللي هو كان معتاد يعيش فيه. خلاص بقى، لانه وماشيين في حاله فيها ياس واحباط وحيره ولخبطه، هي فين الحقيقه، فين الحقيقه؟ والعجيب في الموقف ده الكتاب المقدس يقول ان رب يسوع نفسه اقترب ليهم ومشي جنبيهم. ده موقف الرب يسوع، انه جه بنفسه، ما سابهمش في الوقت ده، ومشي جنبيهم، اقترب ومشي. لكن هم الموقف العجيب كانوا شايفينه بس مش عارفينه. عايزه ارجع تطبيق على حياتنا، لان انا عارفه قصه يعني تلميذي عمواس والامر ده معروف لينا كلنا، لكن لو نطبق على حياتنا في الاوقات اللي بيبقى فيه حيره وانزعاج، الانسان بيكتشف انا ايه من جوه، انا فعلا كنت ساند على ربنا. عايزه اقول لك، يعني عايزه اقول لحضرتك ان وقت ما بنكون كلنا في امان وسلام، كلنا شبه بعض، بنقول كلام حلو ايجابي، كله تم. لكن وقت الرحب، وقت الرحب، وقت الصعب، وقت الحيره، وقت الالم، وقت اللخبطه، وقت كله بيقول وايه الحقيقه، فين ده، ربنا ولا مش ربنا، ربنا اللي بعت كده، ده هو لا، الحيره دي كلها بيبين مين عارف ربنا ومين اللي بيعرف عنه، مين اللي سامع عن ربنا ومين اللي بيسمعه هو. بيبان موقفي الحقيقي انا فين منه، انا فين منه، بكتشف ان انا بعيد، لاني انا وقت الصعب ده ببقى متلخبط، فده بيأكد ان انا مش عارف، بتهز، يا رب ده انت اللي عامل كده، انت اللي بتبعت كده، لاني كل معرفتي عنه معرفه سمعيه، يعني رصيد سماعي، رصيد معرفي، ممكن اكون في مدارس الاحد بحضر وعارف حاجات في الكتاب المقدس ومذاكر حاجات وكويس، بس اعرف عنه. اعتقد يا مارجو يعني الوقت ده اكتر وقت بيكون مناسب انه يبقى اختبار ليا، لما احس اني اتهزيت مع الظروف، اني اجري على ربنا واقول له انا عايز معرفه جديده، يعني اللي اعرفه خلاص ما كانش مش ساندني. بالتاكيد بالتاكيد، وده اللي الرب يسوع نمشي معاه في الرحله اللذيذه اللي عملها مع تلميذي عمواس. يعني الرب يسوع ليه كل المجد، هو الرب المقام، كان ماشي جنبيهم بس كانوا ايه، مش عارفينه. لا هم شايفين، مش عارفينه، بس مش عارفينه. انا ممكن اشوف تعاملات الله، ممكن اشوف ازاي الله بيعمل خير كتير في حياتنا. ياما يمكن اي حد ما يقدر ينكر في وقت انه الله انقذه من حادثه، الله انقذ ابني، خرجني من ورطه، كنت محتاج فلوس وازاي جابها لي. كل حد يقدر يقول الله عمل، شفت ايد ربنا في الامر ده، شفت ايده. اكيد، بس ده مش معناه ان انا عارفوا المعرفة، لأنه كتابي قلت المزيع عمواس قعد هنا عينيهم ممسوكة عنه، وحتى ابتدى يسمع لهم، حكوا الأحداث اللي هم كانوا بيمروا بيها من وجهة نظرهم، وفضل بطولة باله المعهودة وبقلبه يسمع ليهم، يسمع لغاية ما جه في وقت بقى ابتدى يقول لهم طيب ما نيجي نفهم إيه اللي بيحصل، وجاب لهم من بداية من الأنبياء والعهد القديم كله علشان يعرفوا حقيقة الأحداث. وقت اللخبطة الافكار كلها عندي بتبقى كده، دي التعاملات، الله بيقرب وانا مكنش باخد بالي ان هو قرب، فبيحصل خطوه تانية اني ابتدي الاقي الافكار الملخبطه جوايا بتتصحح.
يعني دي بتبقى خطوات الرب بياخد كل حد فينا أكيد فيها بطرق مختلفة طبعا، بس بيخلي الأفكار تتصحح. يعني نلاحظ دلوقتي في الفضائيات وناس خدام مباركين وفي أماكن كتير نلاقي نور حقيقي عن الله الحقيقي اللي كله جود وصلاح وخير، إن الله هو صانع الخيرات، ما عندوش شر، ما عندوش ظلمة، إن الأمر ده الله هو اللي بيحمينا منه، الأمر ده هو الله بيقدر ينجينا منه. فالأفكار دي لما تيجي تتصحح في دماغي ها أبتدي أبقى لا ده مش الله، لأن إبليس بيبقى عايز عدو الخير في الأوقات الصعبة دي يدخل كل حاجة في بعض عشان أبتدي إيه أتشكك وأعرف ربنا ويصعب عليا. طب ليه رب سايبنا وليه؟ والأفكار الوحشة بقى لما تيجي تتعرض عليها أقول ما يمكن، طب ليه عقاب، طب ده إيه انتقام، طب ده وباء، الأفكار دي كلها اللي تخليني كمان أكش من ربنا وأبعد. لكن ليه كل المجد وهو معاهم في الرحلة دي ابتدى يشرح لهم، فابتدوا الله ايوه ده الموضوع مش كده، ده احنا الدنيا كانت ملخبطه. طب الدنيا كانت ملخبطه ليه؟ عشان كان عارفين ده يسوع نبي مقتدر ويقدر يعمل ايات وعجائب، لكن مش عارفينه المعرفه الحقيقيه القرب، فانزعجوا واتلخبطوا وتشتتوا. رغم عايز اقول لحضرتك في المثل ده هم نفسهم قالوا الرب المجد هم ماشيين معاه، انه لما هم راحوا القبر، انا مش عايزه اتكلم في الامر القبر الفارغ، لكن هم كانوا خايفين الرب يسوع فين خلاص. فبيقولوا النساء لما راحوا للقبر لقوه فارغ، فجت لهم اشارات بتقول ان القبر فارغ وكان في ملائكه عند القبر. يعني حتى انا لو الرب يسوع ما مشيش معايا بيبعت لي اشارات بكل الطرق، يعني جت اشارات بس يا ريت الاشارات نفعتهم، يعني فضلوا محتارين برضو ومتشككين. الله بيبعت اشارات. النساء لما راحوا فجرا وحتى بعد كده التلاميذ راحوا وشافوا لقوا فعلا القبر فارغ وكان في ملائكه. طب ما دي بتقول لي يا جماعه مش اللي انت فاكره ده هو الحقيقي، خلي بالك في اشارات جايه بتقول ده في حاجه اعظم، ده الامور مش كده، مش دي الحقيقه. كورونا ده هيعدي، ده في امور اعظم، ده مش كده. يعني عارفه في اشارات بتيجي عشان تطلعني من حاله الاحباط والياس الشديد والتعب والحيره. بس حاسه مارجو انه الرب اللي نعرفه اللي يعني مكتوب عنه انه بين محبته لنا اذ ونحن بعد خطاه مات لاجلنا، ما يسمحش ان تفضل الدنيا معايا في اللخبطة دي وتفضل معرفتي عنه على بس مستوى الـ الذهن ومعرفة اللي كنت بعرفها زمان. أمين. في أمين. مدارس الأحد. أمين. صح يعني أكيد. أمين. الرب أكيد. محضر مفاجآت أكيد، لأن لسه القصة ما خلصتش. هو بعد ما ابتدى يشرح لهم فعلا زي ما حضرتك بتقولي هو عايز يوصل معهم لقصده بقى فيهم أكتر اللي ما هو أبعد كمان، قعد يشرح وكده والأمور، هو ابتدى قلبهم بقى يلتهب فيهم وابتدى يتحرك معاهم لغايه ما جم في حته ها المكان اللي هما كانوا هيوصلوا له. لكن رب المجد في الوقت ده كانه هيروح لحاجه ابعد. لكن هو في الموقف ده الزماه، يقول الكتاب هنا كلمه السر بقى الحاجه القويه قوي. اكيد كلمه السر دي بتفتحنا على دنيا يعني بتبقى كلها مفاجآت جدا. انه عايزه اقول كلمه سر، ان بيقول الكتاب المقدس ثم هنا ايه الزماه ان يمكث معه. يعني انت ممكن يعني هل الرب يسوع كان يهون عليه يسيبهم ذهنهم مليان اخبار صحيحه وحاجات كويسه وخلاص بس لسه القلب بارد والعين مقفوله؟ لان لغايه دلوقتي هم ايه مش عارفينه، العين لسه مقفوله. ما سابهمش، ما يهونش عليه، عشان كده كانه هيمشي في حته ابعد فهم مسكوا فيه قالوا له لازم. ودي الخطوه المهمه اللي يجي في الوقت ده لكل حد فينا وهو في اشارات كده، يا رب انا اكتشفت ان انا بعرف عنك ما اعرفكش، انا ياما سمعت عنك ودماغي مليانه معلومات لكن لسه ما عرفتكش، انا محتاجه يا رب يجي في وقت كده الاقي قلبي ابتدى عارفه يعني بيجهزني واشتاق والشوق يزيد. لا انا عايز اعرفك بجد يا رب، اعرفك بجد، ان شاء الله في اوضتي، ان شاء الله في مكان، ان شاء الله في موقف، ان شاء الله وانا في المواصلات وانا في العربيه وانا في اي مكان ارفع قلبي كده اقول يا رب محتاجه اعرفك انت مش اعرف عنك. لان المعرفه اللي من بعيد لبعيد دي ما سندتنيش، زي تلميذي عمواس كانوا عارفين كان هو نبي مقتدر وكنا نرجو حتى شافوه اقل من ايه من هو الرب المقام الممجد العظيم، ما كانوش شايفين لسه كده. واعتقد ده حال كتير من اللي يعني متلخبطين في الوقت دوت وتعبانين وقلقانين ومتحيرين في الظروف بتاعه كورونا. اكيد لان فعلا الظروف الصعبه دي بتبقى لحظه كاشفه لحالتي الحقيقيه من جوه، انا ايه من جوه بجد مع ربنا. زي ما قلت حضرتك وقت الرحب كلنا بنقول احلى كلام، لكن وقت الصعوبه والازمه وكده بكتشف حالتي الحقيقيه من جوه. اللي النهارده فرصه ان رب المجد يسوع بطرق كتيره بيوصل لكل حد، زي الشخص اللي شفناه ده في البدايه وهو لوحده ما ينفعش حد يوصل له خالص، يبعت له حد
يديله اللي كان مستنيه ومحتاجه وفرحان بيه، والحمل اللي على كتافه اتشال بسبب كلام الحياة. هو الرب، هو الرب لا يعدم وسيلة فعلا يوصل لك، ليس ببعيد عن أي حد فينا، زي ما بيقول سفر الأعمال ليس بعيد، هو قريب لكل حد فينا وعايز يمشي مع الرحلة دي. عشان كده جه في الحتة دي بقى وهم مسكوا فيه بقى، قالوا له امكس معنا. دي كلمة السر، دي كلمة السر، لأن هي دي الكلمة اللي هتنقلك، وهنشوف الفرق الواضح ما بعد قبل الكلمة دي وبعد الكلمة. قبل الكلمة كان عندهم خلاص ذهن استنار وعرفوا المعلومات الصح، اللي ابتدى يكلمهم ويشرح لهم ويفهمهم. الله حلو، بس يسيبهم كده؟ لا، ولسه القلب بارد ولسه لا. العين مقفولة يا هنش علي. الحركة دي بقى ألزماه أن يمكس معهم، ألزماه في وقت الرب يسوع لكل المجد ولكل الكرامة بيبتدي دايما المبادرة الأولى، بيخبط على الباب، بس أنا اللي بقومه إيه؟ أفتح. أفتح ليه كل المجد والكرامة، هو اللي بيبتدي الخطوة الأولى، هو اللي بيبتدي يبادر، هو اللي بيبتدي يبعت لي كلمة حياة، يبعت لي إشارات، يبعت لي رسائل، يبعت لي مع ناس، يرسل بيد من يرسل فعلا. لكن الخطوة الثانية بتاعتي أنا أقول يا رب أنا محتاج أعرفك معرفة، لو ما عملتهاش أنا هفضل محروم من أني أكون بتعرف معرفة جديدة. بالزبط على بالزبط الرب، بالزبط بالزبط، لأن هو الرب بيبقى مش هين عليه يسيبك في حتة، هو عايز يكمل اختبار إيه؟ أن عينك تتفتح وتعرفه، البصيرة تتفتح. عايز أقول لك هما كانوا شايفينه بس البصيرة من جوه، العين الداخلية مش شايفاه. ياما ناس شايفة تعاملات الله وبيعمل خير، والله وكان يقول يصنع خير والناس كلها كانت شايفة الخير اللي عمله، لكن القلب يتفتح عليه، البصيرة تتفتح عليه، القلب يعرفه. دي خطوة لا غنى عنها، دي اللي تسندني بجد في الوقت الصعب، في وقت الأزمات، وقت الحيرة، وقت ما كل الناس تبقى في ظلمة يبقى أنا عليا نور، وقت ما كل الناس تبقى حاسة أنها في ضنك وفي ضياع أحس أن أنا ليا نجاة وليه انقاذ وليه اله، ليه موقف واضح من حياتي، ليه خطه لحياتي، في امر اعظم بكتير يطمن قلبي ويشيل الحمل ويشيل الخوف ويشيل المذله ويشيل الله قريب من كل حد فينا. امكس معنا دي يعني بفتح قلبي ليه، اقول له تعالى ادخل، تعالى الدوار اللي في حياتي اللي محتاجه. الله دايما مش عايز يديني على الخطيه على قد ما عايز يديني اللي عنده من خير من بركه. انا محتاج غفران يقول لي خد غفران، محتاج راحه يديه خد راحه، شايل الهم يقول لي ما تشيلش الهم، ما تخافش من بكره. انا عارفه ناس كتير دلوقتي فعلا خايفه من بكره، بكره مظلم لناس كتير لان فعلا الوضع صعب فعلا. احنا محتاجين الاله ده اللي يدخل ويجي في كل دايره ويملاها ويسكب من خيره عليها، لان هو وحده صانع الخيرات. عشان كده لما هم قالوا له امكس معنا وابتدى يقعد معاهم، هو بقى اعطاهم وقتهم وقعد، وبيقولوا عند كسر الخبز ابتدى ايه؟ تتفتح العينين، تفتح العينين. طبعا خلاص المشهد خلص، الرب يسوع اختفى، هم من اللحظه دي رجعوا، بس المشوار الغلط اللي مشيوه كله رجعوا تاني في نفس اللحظه عشان يكونوا سبب بركه وخير، بس رجعوا باحلى حاجتين، رجعوا باخبار حلوه حقيقيه صحيحه، بس رجعوا باخبار وباختبار، رجعوا باخبار وباختبار، وباختبار اختبار حقيقي غني رفع حياتهم جدا. خلاص بقى يعني لاني عالم بمن امنت، محدش يقدر يشككهم، محدش يقدر يعني يقول لهم لا ما حصلش، خلاص بقى ده هو الرب انا عرفته، قلبي اتفتح ليه. دي اقوى حاجه، يعني الذهن لما يتملي بالافكار كويس، بس ده ما يكفيش ابدا. العين لما تتفتح والبصيره تتفتح والقلب يتفتح واعرف هو الرب الحي المقام الممجد، ده اللي كان ماشي معايا وانا مش واخد بالي، هو يسوع ليه كل المجد والكرامة. وعشان كده الرحلة دي بتحصل مع كل حد فينا، كل حد فينا. سأخطر حاجة فيها ألزماه أن يمكس معهم، دي النقطة، وده اللي أنا وكل حد مننا محتاجه في الوقت دوت علشان يتفتح. أمين. على أمين. معرفة جديدة، على نور جديد، على الخير اللي في قلب الله لينا وشخصه نفسه نكون بنعرفه. بالظبط، مش نعرف عنه. قداسة البابا شنودة كان ليه كلمة جميلة يقول، يعني حتى المثل اللي عايز يقولك فلان تعرفه يقولك اه، يقولك عشرته يقولك لا، يبقى ما تعرفوش. قداسة البابا شنودة كان يقول وقت ما تعرف، وقت ما تعرفه تتحول من مؤمن بالوراثة لمؤمن بالعشرة والاختبار. وقت ما تعرفه المعرفة بقى الاختبارية تتحول من مؤمن بالوراثة، احنا كلنا مؤمنين، كلنا أولاد ربنا، كلنا حلوين، لكن في وقت تتحول من مؤمن بالوراثة لمؤمن بالعشرة وبالاختبار، وده اللي يسندني، وده السندة الحقيقية، وده يمكن أغلى شيء في الحياة. لو اعتبرنا الحياة صفقات، دي أعظم صفقة وتعملها في حياتك، لأن دي بداية كل خير جاي،
بداية كل سنة ده حقيقي. هنا هنا وهناك معرفته، ما خلاص، ما الحياة الأبدية تبتدي من هنا. من هنا هي دي معرفته، هي دي الحياة الأبدية، أعرفه وأزيد فيه وأعرف ميراثي الغني اللي فيه وكل الخير اللي فيه، هو ده. فالعين لما تتفتح يبقى خلاص دي كل حاجة. عشان كده أنا يمكن تسمحي لي هاخد مكانك وهسأل بالنيابة عنك، تسمحي لي؟ اتفضل. في الرحلة دي نفسي أسأل لكل واحد فينا، هو يسوع فين مني دلوقتي؟ أنا فين في الرحلة دي؟ هو قرب مني؟ صح، ممكن أكون ومش شايفه، يعني شايفه بس مش عارفه. هل يا ترى بشرح له من وجهة نظري الأمور ماشية إزاي؟ هل يا ترى لسه بقول له كنت أتمنى ولا أنا اتفتحت عينيا وابتديت أخد اليوتيرن وأرجع تاني السكة، بس السكة الصح، السكة الصح اللي يبقى معايا فيها الفم بيحكي أخبار، وكمان القلب، القلب بيشهد عن اختبار حقيقي. أمين 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 يا ماركو. بشكرك جدا. بشكرك يا حبيبتي. وعلى وعد بلقاء في حلقة جاية. أمين أمين. لينا أنه الفم يحكي عن أخبار والقلب يشهد عن اختبار. لينا أحلى وأعظم صفقة النهاردة أنه تكون العينين والبصيرة بيتفتحوا على الرب يسوع. نطلع فاصل ونرجع نكمل. رجعنا بنكمل حلقتنا، ويسعدني أرحب بضيوفي. معي مدام فاتن فاروق، أهلا بك يا فاتن. أهلا يا رومي. دكتورة هالة رضا، أهلا بك يا هالة. أهلا يا رومي. أستاذ نشأت مكرم، أهلا بك يا نشأت. أهلا بك. باشمهندسة مارجو كانت بتكلمنا على تلميذي عمواس وإزاي مقابلتهم مع الرب يسوع كانت يعني مقابلة مغيرة، يعني كان حاجة قبل اللقاء وحاجة تانية بعد اللقاء، معرفة جديدة خالص. كان في أب من الآباء اللي معنا افتكرت قصته لما سمعت مارجو، فكان بيقول إنه كنت بسمع عظات كتير عن ربنا، بس في وقت كنت مزنوق جدا كان فرح ابني قرب وكنت محتاج مبلغ من الفلوس، وقعدت هو ومراته يفكروا ممكن يكملوا المبلغ ده ازاي، معرفوش خالص، لدرجة انه ما كانوش عارفين يناموا بالليل، يعني قعدوا كده يومين ليل ونهار يفكروا مش عارفين. وبعدين قال لها كده قبل ما ينام انه انا افتكرت اخر خدمة كنا سمعناها الاسبوع اللي فات، كان بيقول انه الامور الكبيرة اللي ملهاش حل عندك دحرجها على ربنا وشوف هيعمل ايه، فتعالي نصلي بالكلام ده. فقعدوا هما الاثنين وصلوا وحسوا كده انه انا الحمل بتاعي بندحرجه عليك وعايزين نشوف ايديك وهي بتعمل، وناموا. بيقول لقينا كده سلام انه حطينا المشكلة في ايد ربنا وقلنا له تصرف. الصبح صاحي بيقول افتكرت انه انا كنت عامل شهادة من سنين كتيرة، انا كنت نسيت وقتها امتى يخلص، ففكرت كده اروح اشوفها. لما روحت لقيت انه فعلا معاد استحققها، يعني في خلال الايام ديت حلت تلت المبلغ. فرح جدا انه افتكرها، حس انه لما ربنا اداله سلام وهدوء عرف يفكر بالشكل هادي، يعني من كتر الخوف والقلق بيبقى الواحد حتى الحاجات البسيطه اللي ممكن يكون فاكرها او عارفها او يعرف يوصل لها بتبقى كانها غايبه عنه. راحوا الشغل وكانوا بيحكوا مع اصحابهم انه يعني مش عارفين يعملوا ايه، فحد قال لحد فيهم زميل قال انه انا معايا مبلغ من الفلوس شايله ومش محتاجه دلوقتي هديهولك، ووقت ما يبقى معاك سدده. الزوجة قالوا لها احنا ممكن نعمل لك جمعية، وجمعية كبيرة تقضي المبلغ المتبقي. فبعد ما رجعوا كانوا بيتكلموا وفي منتهى الفرح انه ازاي مشكلة ما كانوش عارفين يلاقوا لها اي مخرج ولا حل، ازاي لما قالوا ربنا انت تستلم المشكله ودحرجنا همنا عليه شفنا ازاي ايديه. فبيقول من وقتها وانا حاسس كانه ربنا مش هو الواحد بيسمع عنه كلام، لكن هو فعلا شخص حي موجود، واتعلمت ان كل ما يبقى عندي مشكله اروح واتكلم، ويبقى عندي كده مع كل مره بيزيد ثقتي في انه انا عندي اله حي موجود جنبي، انفع اقول له يا رب اتصرف وألاقيه فعلا حي وموجود. حاسة انه احنا الوقت ده فعلا وقت صعب، محتاجين قوي يكون بنختبر ربنا بالشكل المختلف اللي هو كإله حي وكأب صالح موجود جنبي، محتاجة جدا لكده، محتاجين معرفة الاختبار. أيوه. مش الأخبار. أمين. احنا ممكن تبتصلي يا هلا بالمعنى ده وانا هصلي بعدك. تفضلي. بسم الله والابن والروح القدس الهن واحد أمين.
اي رب بنجي لك ونقول لك سمعنا عنك كتير، عايزين نشوفك، عايزين كده نقول انه اللي رأته عنينا واللي لمسته ايدينا مش بس بنسمع عنك. عايزين نقول لك يا رب في وسط الضيقات والمشاكل اللي بنعدي فيها وفي وسط الاحتياجات اللي بتقابلنا واللي ممكن كده بنلاقيها بتزيد في وقت وبتضغط يا رب، خصوصا مع الظروف الاقتصادية اللي بنعدي بيها، عايزين نقول لك شخص حي كده تكون بتستعلن لينا، محتاجين لك تلمس عينينا وتلمس قلبنا، يتفتح يسمع لصوتك ويشوفك، يشوف ازاي انت معانا، كتفنا في كتفك يا رب وايدينا في ايديك. كل ما نخاف يا رب نبص لك ونلاقي نظرة سلام كده واطمئنان تكون بتملأ قلوبنا يا رب نتيجة وجودك. يا رب بين ايديك بنحط ايامنا اللي جاية وايام العمر كله، نكون كل ما بنعدي في اختبار كل ما بتزيد المعرفة وكل ما بيزيد ثقتنا في شخصك، نكون يا رب بندخل معاك في عهد ما ينتهيش أبدا، مش أول ما الأزمة يا رب تروح ولا الضيقة تنتهي نكون بنخرج برا البيت أبدا أبدا تاني، لكن إحنا حبيناك وحبينا عشرتك الطيبة وحبينا أحضانك اللي تاخدنا كده فيها وتطيب خاطرنا وقت الضيق وقت التعب، حبينا إيديك اللي ممكن بتتمد وتمسح كل دم مع وقت الألم ونلاقيك بتتألم معانا. حبيناك حبيناك، افتح عينينا عشان نقول إنه هذا هو إلهي أعبده كل الأيام. ليك الشكر يا رب وليك الحمد. أمين أمين. اسم الابن والروح القدس الواحد أمين. نبارك يا رب اسمك ونعظمك، نشكرك نشكرك يا رب لأنك بينت محبتك لنا إذ ونحن بعد خطاه مت يا رب من أجلنا. أشكرك يا رب لأنه محبتك كانت محبة عملية. أشكرك رب لأنه بالنظرة دي وبالرؤية دي تتعامل مع كل أفكار مغلوطة يا رب جوايا جوا أي حد بيسمعنا رب، أنه أنت إله محتجب أو إله بعيد أو إله بتؤدب. يا رب صحح المفاهيم لأنك بينت محبتك لنا. يا رب أنا بطلب كده أنه تستنير العيون يا رب بمعرفة جديدة عن شخصك. يا رب يكفي الفترة اللي فاتت من معرفة يا رب على قد الذهن، يا رب ما تكملش معانا بالمنظر دوت. أشكرك لأنه ما يهونش عليك أنك تكون بتسيبنا يا رب عند المستوى ده من المعرفة، لكن أباركك لأنك أنت واقف على الباب ومستني أنه أنا وكل حد من إخواتي يكون بيفتح ويقول لك تعالى أمكس معايا، تعالى وعرفني بيك، تعالى وعايز أشوفك رب الإله القريب اللي حاسس بيا، اللي عايز تكون بتطمن قلبي وتريحني وتفرحني وقت ما أكون أنا منزعج أو حزين أو مهموم. أشكرك أشكرك لأنك دريان قوي بكل أمور حياتي. أيوة رب أنا مشتاقة قوي أنه تستنير عيون أذهاننا لنعلم ما هو رجاء دعوتنا وما هو غنى مجد ميراثك في القديسين. أشكرك أشكرك لأنه هذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت هو الإله الحقيقي وحدك. أشكرك لأنه تبتدي معانا رب حياة أبدية بمعرفة جديدة رب من هنا وتكمل معاك يا رب إلى ما لا نهاية. أباركك وأعظمك يا رب لأنه كده تاخد بإيد كل حد سمعنا النهاردة وتكون كده بتعلن لي عن شخصك. بس ادينا رب انه نكون امنا معاك ونكون بنقوم ونفتح لك وما نكونش كده بنطلب في وقت ونجري بعد كده ونبعد، لكن نكون بنلزمك ان تمكس معانا ويكون كل يوم كده ليا لقاء معاك واقول لك تعالى عايزة اقعد معاك يا رب، أنا برحب بيك، أنا محتاجة لك، أنا مشتاقة إن تكون حياتي معاك بتتبني يوم ورا يوم وإن رؤيتي ليك تكون بتتصحح يوم ورا يوم. أشكرك لأنك تصحح كل مفاهيم غلط، تصحح كل أمور مش مظبوطة في حياتي. أباركك وأعظمك لأنه معرفتك يا رب تكون بتقضي على كل ما هو للعتيق الفاسد يا رب. أشكرك لأنه الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديداً. أشكرك لأنك تاخدني كده لسماء جديدة والأرض جديدة في نور معرفتك يا رب. ليك كل المجد. أمين. أمين. ماذا في قلوبنا أيضا؟ احنا طبعا الحدث زي ما حضرتك قلت في المقدمة، يعني جو المحيط بالناس في كل مكان في العالم كله شيء من الإحباط والاكتئاب، منافقة مظلم زي ما قلت حضرتك، لكن ده كان حال التلاميذ العابسين تلميذي عمواس،
والرائع في الموضوع انه الرب اقترب اليهم وبدل الحال. احنا النهارده العالم كله في حاله يعني مشابهه، وعايزين النهارده نكون بنصلي من اجل العالم، وخاصه من اجل اقتصاد العالم والتوابع تبعيات لفيروس كورونا. بس عايزين ناكد عليه في بدايه الصلاه واحنا بنصلي لاجل هذا الامر، انه يعني عايزين ياتي قضاء الهي على الشر ده، لان ده شر واحنا مش هنقبل بيه ولا هنستسلم ليه، لكن هنقاومه ونرفضه ولا نقبله. ليه؟ لاننا عندنا يعني حاجه راسخه انه الله في صفنا، زي ما قلنا الحلقه اللي فاتت، الله معانا ضد الشر ده. صانع الخيرات. صانع الخيرات، والكتاب بيقول كده انه جه خلاص من اعدائنا ومن ايدي جميع مبغضينا، ده كلام واضح انه في عدو، في مبغض. اللي قال عنه الكتاب في انجيل يوحنا: السارق لا ياتي الا ليسرق، يسرق ويذبح ويهلك. فده هدفه. العالم قد وضع في الشرير، لكن النهارده نيجي ونقول يا رب احنا طالبينك وعايزين نجي لك، وعايزين زي ما كده وقف موسى وهارون بين الاحياء والموتى، وقف في جمره من على المذبح، واحنا جايين لك في صليبك، في فدائك، في العمل الفدائي اللي انت صنعته من اجلنا. نطلب انت توضع حد لهذا الوباء، توقف يا رب هذا الوباء، وقف بين الاحياء والموتى، فتوقف الوباء. فاحنا عايزين النهارده ان نقبله ونقاومه. نقاوم كل عمل مضاد لخطتك، كل عمل مضاد يأذي ولادك ويأذي البشرية. آمين. طيب ممكن نصلي فئة ثانية؟ تفضل. بسم الاب والابن والروح القدس، إلهنا الواحد آمين. أشكرك يا رب لأنه مكتوب كده الله لي. أشكرك لأنك في صفي وعايز خيري وعايز سلامتي وعايز سلام العالم كله. أشكرك لأنه مكتوب الذي صلب على الصليب يسحق الشيطان تحت أقدامكم سريعا. نعم يا رب، جايين نحط كل شر من وراء وباء كورونا قدامك، وبنؤمن يا رب أنه تسحق الشيطان تحت أرجلنا سريعا. يا من وضعت للبحر حد، تضع حد لكل شر سببه المرض ده، تضع حد للمرض ده نفسه في اسم المسيح يسوع. نشكرك لأن مؤامرتك تثبت إلى الأبد. نشكرك لأنك إله صالح. قم يا رب، قم يا رب، وليتبدد جميع أعدائك، وليهرب من أمام وجهك، من أمام وجهك جميع مبغضيك. أشكرك ونعظمك لأنك إله صالح، لأن كلك خير يا رب، كلك خير، لأنك بتطلب يا رب السلام والخير لشعبك. ليك كل المجد. أمين. أمين. تفضلي يا نشأة. نصلي ونكمل في الصلاة، وكل أحبائنا اللي بيشاهدونا النهاردة كلنا متفقوا معنا في الصلاة. كل اللي خايفين، كل المضطربين، كل اللي حاسين بقلق يصلوا معنا، واللي حاسس بسلام يشجع ويتصلي، يطلب سلام لأخوه، يطلب سلام لكل بلد، ويطلب سلام لكل دولة حاسة بالرعب اللي احنا سامعينه ده. فنصلي لأجل سلامة العالم، من أجل اقتصاد العالم، من أجل أن الأمر ده يمر بأقل خسائر. آمين. بسم الله والابن الروح القدس الله واحد امين. نبارك اسمك ونشكرك. حنا امامك يا رب، جايين نعظمك ونباركك ونرفعك، انك انت الهنا العظيم. نعم، اللي مكتوب عنك يا رب مزمور 46 كده: كفوا واعلموا ان انا الله، اتعالى بين الامم، اتعالى بين الشعوب. نعم يا رب، رب الجرد معنا، ملجانا اله يعقوب. نشكرك رب، ناكد على الفكره دي النهارده، بنشكرك ونسجد ليك ونضع ايدنا في ايدك، واثقين يا رب انك انت معانا، واثقين انك انت في صفنا، واثقين انك انت ضد الشر ده يا رب، واثقين انك انت تريد انك تخلص يا رب، واثقين انك انت يا رب تريد انك تعجل يا رب بانه الوباء ده يتوقف يا رب. احنا بنشكرك، جايين لك يا رب، نقول لك يا رب ونردد هذه كلمه: كفوا واعلموا ان انا الله. يعني يا رب عايز تقول لنا كفايه عدم ثقه، كفايه عدم ايمان، كفايه خوف وشك، كفاية استسلام للواقع، لكن كفوا واعلموا ان انا الله، اتعالى بين الامم، اتعالى في الارض. بشكرك انت تتعالى في الارض، انت مكتوب عنك وليهم قوي، رب الجنود اسمه، انت ولينا القوي، انت اللي تبيد اعدائنا بنفخة من فمك رب، انت اللي تقول كن فيكون يا رب، انت اللي تؤمر بكلمة من عندك رب. نسأل في اسم يسوع المسيح يا رب انك تضع حد لهذا الوباء،
نسأل يا رب من أجل سلامة العالم بأكمله يا رب، من أجل يا رب حماية من الموت يا رب في اسم المسيح يسوع، حماية من هذا المرض في اسم يسوع المسيح، حماية من تبعيات هذا الوباء يا رب على اقتصاد الدول يا رب في اسمك المبارك. احنا بنسألك يا رب تكن يدك لمعونتنا يا رب، تكن يدك لحمايتنا يا رب. نعم نشكرك رب الجنود معنا. نفس كل واحد بيسمعنا النهاردة كده ردد هذه الآية، رب الجنود معي ملجئي إله يعقوب. نفس كل واحد مسؤول في دولة بيسمعنا أو هيجيله الخبر ده يا رب أنه يصلي يقول رب الجنود معنا ملجأنا إله يعقوب من أجل بلدي، من أجل رب، من أجل كل أمة رب، رب الجنود معنا ملجأنا إله يعقوب. يا رب مبارك اسمك، بشكرك من أجل أنه رب كل دولة يا رب فيها خسائر حصلت يا رب في اسم المسيح يتوقف هذه الخسائر يا رب. احنا بنشكرك من أجل حمايتك، احنا بنشكرك من أجل مقصدك، احنا بنشكرك من أجل نيتك الصالحة يا رب، احنا بنشكرك لأجل انك انت يا رب واقف بالمرصاد لكل شر يا رب. بشكرك من أجل عملك العظيم اللي هتعمله في الأيام اللي جاية لكل الكرامة والمجد يا رب. آمين. في أي أحب أشارك بيها؟ على أسوارك يا أورشليم أقمت حراسا لا يسكتون كل الليل وكل النهار، يا ذاكري الرب لا تسكتوا ولا تدعوه يسكت. حاسة أنه يعني عايزين كده كلنا نتشجع، إحنا وإخواتنا اللي بيسمعونا كلنا نتشجع أنه نكون بنصلي، لأنه ده حاجة ربنا بيشجعنا أن إحنا نعملها. ليه؟ علشان الصلاة بتخلي أنه يكون إيماننا كده بيكمل بعض، ونقدر نطلب بإيمان أمور عظيمة، وربنا بيبقى منتظر معجزات الله بتنتظر إيماننا. فبيبقى عايز يصنع خلاص عظيم، وبيستنى إيمان الكنيسة اللي بتصرخ كلها في كل مكان كده وتقول يا رب خلص. على أسوارك يا أورشليم أقمت حراسا لا يسكتون كل النهار وكل الليل. ففي قلبي أنه كلنا نقول كده يا رب ننتظر خلاص عظيم من هذا الوباء، يا رب ننتظر خلاص عظيم، والاقتصاد كده بكل خسائر يكون بيقف، وتكون الأمور بتتحل، ويكون كده بيتعافى اقتصاد الدول سريعا يعني، وصرختنا كده ككنيسة هتصنع خلاص عظيم، وتخلي إيد الله تكون بتعمل آيات وعجائب، زي ما احنا بنؤمن انه الهنا العظيم اللي قادر جدا انه يصنع ايات وعجائب. عايزين نشارك كل احبائنا اللي بيسمعونا، احنا عايزين نصلي لاقتصاد العالم في ايه؟ في بعض الحاجات، بعض النقط اللي ممكن نذكرها يعني. يعني مثلا عايزين نصلي من اجل السياحه. طبعا قطاع السياحه تاثر جدا لكل دول العالم. كل قطاع السياحه تاثر، وكل القطاعات المكمله لقطاع السياحه تاثرت، اللي هي الصناعات المكملة للفنادق، وكل شركات السياحة النقل والأتوبيسات دي تأثرت، وكل شركات السياحة الطيران اتأثرت. فاحنا عايزين حبانا مشاهدين يكون بيشاركونا ويكونوا معنا، عايزين نصلي للسياحة، عايزين نصلي للقطاع الصحي اللي تأثر بشكل كبير، من أجل الأطباء نصلي لأجلهم، لأجل المصابين نصلي لأجلهم، لأجل توفير المستلزمات الطبية، لأنه ممكن يكون مع الوقت المستلزمات الطبية دي تكون بتقل، وما يكونش فيه وارد كافي لأجل أنه لاحتياجات المصابين. عايزين نصلي لأجل أنه يكون في إنتاج محلي لكل دولة للمستلزمات الطبية دي، سلامة المصابين، ده في القطاع الصحي. عايزين نصلي من اجل مصادر للثروه، لان البلاد طبعا هتخش في ازمه، فعايزين نصلي من اجل مصادر للثروه وصناعات الثروه، صناعات جديده وابتكارات جديده وحلول جديده، وكل دوله يكون عندها الاكتفاء الذاتي. عايزين نصلي من اجل الخسائر في البورصه، ففي جوانب كتير، لكن يعني نصلي نركز النهارده على قطاع السياحه، القطاع الصحي، على من اجل كمان قناه، يعني لو تصلي لاجل بلدنا مصر الخسائر في البورصه، ولاجل بلدنا مصر قناه السويس، كل القطاعات وكل الثروات اللي هي بتمثل دخل كبير جدا للدول نصلي لاجلها. كل واحد بيسمع النهارده في بلده يصلي من اجل قطاع معين حاسس انه اتاثر وكان بيجيب وكان مصدر دخل النهارده اتاثر. نصلي مع بعض ونتشارك مع بعض. احنا النهارده احنا لينا دور ان احنا نكون بنغير واقع بلدنا، يعني كل حد في بلده ليه دور ان يكون بيغير واقع بلده. امين 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 امين. اتفضل. طيب يا نشأة علشان ندخل على طول. نبارك اسمك ونشكرك يا رب، جايين لك يا رب نقول لك يا رب من اجل العالم كله يا رب، صلي لك من اجل رب
كل دولة اقتصادها هتأثر يا رب من ناحية السياحة يا رب في اسم المسيح يسوع. احنا بنصلي لك من أجل القطاع ده في اسمك، تضع يدك عليه يا رب. يا رب وانت تعوض عن كل اللي فات يا رب، وانت تجد حلول يا رب وحلول بديلة لكل بلد يا رب. انا بصلي لك من اجل الشركات اللي تأثرت والفنادق اللي سرحت العمال اللي فيها والفنادق يمكن يا رب اللي ادت نص مرتب يا رب والبيوت اللي مفتوحة واللي وكل واحد اللي بيعمل في هذا القطاع يا رب. احنا بنصلي لك من اجل تعويضات، واحنا بنصلي لك من اجل تتوقف هذه الخسائر يا رب. احنا بنصلي لك من اجل يا رب ايدك القديرة نطلبها يا رب. نعم نعلم انك انت هو الهنا القادر يا رب. من فضلك يا رب استلم يا رب، استلم القطاع ده في كل دولة يا رب، استلم شركات الطيران وشركات السياحة، استلم يا رب. نضع هذه الأمور بين إيديك يا رب، نضع التهديدات اللي جايالنا من أجل الأيام اللي جاية والسوء الأخبار يا رب، نحطها زي ما حزقية كده يا رب جي ونشر هذه الأمور بين إيديك يا رب، وأنت تمجدت يا رب. إحنا بنحط هذه الأمور يا رب لا نعلم ماذا نفعل، لكن نحوك أعيننا، وده كفاية يا رب أن يكون نحوك أعيننا وأنت تسمع وتستجيب وانت تمد ايدك يا رب وانت تتدخل يا رب. فمن فضلك يا رب انزل من علو سماك يا رب على احتياجاتنا، انزل من علو سماك يا رب على التبعيات يا رب وتوابع الكورونا يا رب على تأثيرها على الاقتصاد يا رب في كل بلد. انزل للبلاد اللي امكانياتها ضعيفة يا رب مش قادرة يا رب يمكن تكون بتكفي يا رب في الفترة دي وفي الايام اللي جاية يا رب. نضع الامر برمته بين ايديك، واثقين من امانتك، واثقين من عنايتك، واثقين من رعايتك، واثقين من صلاحك، واثقين من رحمتك، واثقين من انه ده شعبك وغنم مرعاك وغيرتك علينا يا رب. نعم كنا اخطانا وعوضنا المستقيم امامك، لكن نجيلك في دم المسيح يسوع، في ذبيحه يسوع، في ذبيحه الفدا يا رب، ونقف نقول لك ارحم وترأف يا رب. نعم نقف النهارده بين الحياه بين الموتى بين الاحياء والموتى يا رب. نعم يا رب بسبب صليبك وكفاره الصليب يا رب نقول لك يا ربي يقف هذا الوباء يا رب، يتوقف يا رب في اسم يسوع المسيح. احنا بنشكرك من اجل عملك العظيم يا رب، نشكرك من اجل امانتك معنا، ليك كل الكرامه والمجد يا رب. امين. بسم الله والابن والروح القدس اله واحد. ايوه يا رب انت قلت انه يا ذاكري الرب لا تسكت ولا تدعوه يسكت الى ان، ايوه يا رب مش هنسكت مش هنسكت الى ان نرى خلاصك العظيم يا رب. ادي كده وشجع كل ولادك في كل الارض انه يصرخوا كده ليك ويقولوا لك يا رب اصنع خلاص عظيم. بنيجي ننشر لك الوضع الصعب اللي ممكن يكون مظلم، لكن نرفع عينينا ليك ونقول لك عندك مخارج، عندك مخارج يلي عندك كده في وسط المياه القويه مسلك وطريق، يلي عديت شعبك في وسط البحر يا رب وصنعت ليهم طريق. عندك عندك مخارج من الموت يا رب، انت أعظم من كل اللي شايفينه. بنقول لك احمي اقتصاد الدول، ما يكونش بينهار، ما يكونش بنعدي العالم، ما يكونش بيعدي في أزمة كبيرة في اسم المسيح يسوع. بنسأل وبنؤمر كده أنه يكون كل شر يكون بيقف، وكل وباء يا رب تكون أنت اللي بيحصل انحصار ليه يا رب، لا ينتشر أبدا لا ينتشر أبدا، لكن يكون بينحصر ويضعف ينحصر ويضعف يا رب مع الوقت. أشكرك أنه لكون لصلاتنا يا رب قوة، لأنه الإيمان يا رب بشخصك بيخليك كده تشمر عند راعك وتنزل عشان ما تخلص يا رب. واثقين في رغبة قلبك انك تصنع خلاص عظيم، تصنع خلاص عظيم يا رب. اشكرك اشكرك علشان انت اللي تحط كده جوه قلوبنا صلوات يا رب، حتى لما ما نلاقيش حاجة نصلي لها روحك يكون بيصلي فينا ويتشفع فينا يا رب. انت قادر يا حبيبي انه نكون تدينا كده جوه قلبنا يكون بيفيض بالصلاة ولا نكف لغاية لما نشوف خلاصك ده بعينينا يا رب في أرض الواقع. ليك كل الشكر يا رب وليك كل الحمد عشان أنت إلهنا العظيم، بنسجد أمامك وننحني نقول لك واثقين فيك وشاكرينك على كل اللي هتصنعه. ليك الشكر والحمد يا رب. أمين. صلي نركز برضو تاني في النقط المحددة، عايزين نصلي لقطاع الصحي لأجل في المستشفيات، لأجل المرضى، لأجل الأطباء، لأجل الممرضين، لأجل إنتاج مستلزمات طبية. وعايز أشجع اللي على قلبنا قوي الأطباء، في آية في سفر أشعياء 35 بتقول كده، قولوا وكل أي حد خايف قولوا لخائفي القلوب تشددوا لا تخافوا. نفسي أبعت الرسالة دي للأطباء والممرضين وكل واحد بيعمل في القطاع الصحي في المستشفيات، قولوا لخائفي القلوب. وإحنا بنقول لهم
ونبعت لهم الصوت ورسالة من سفر أشعياء 35، قولوا لخائفي القلوب تشددوا لا تخافوا، هوذا إلهكم، الانتقام يأتي، جزاء الله هو يأتي ويخلصكم، فتشددوا لا تخافوا. انتقام يعني الله مش هيسكت ولا هيسمح ان الشر ده والوباء ده يمتد اكتر من كده ولا يسرق املنا ولا رجعنا، لكن هو ياتي ويخلصكم. انا كنت حابه اصلي انه ربنا يبعت مصل او علاج او اي حاجه يوقف وباء كورونا، وزي ما وعد كده يعني في ايه برضه بتقول لانهم صرخوا الى الرب بسبب المضايقين فيرسل لهم مخلصا ومحاميا وينقذهم. احنا في انتظار عمل الله، في انتظار انه الله يبعت يخلص العالم كله، يخلص شعبنا ويخلص شعوب تانية حوالينا من وباء الكورونا في اسم يسوع. اسم الاب والابن والروح القدس الهنا الواحد امين. واثقين انك الاله القادر على كل شيء، واثقين انه انت في وسطنا جبار تخلص، واثقين في مراحمك اللي ملت الارض. اشكرك لانك يا رب هتبعت حل، هتبعت دواء، هتبعت علاج يا رب يوقف الاستنزاف ده، مش بس يا رب للصحه لكن للاقتصاد وللناس وللنفوس. احنا عايزين نرجع لك بكل القلب، بكل القلب. ساعدني ارجع لك بكل القلب، اتوب عن كل شر وشبه شر في حياتي، واجي كده واحتمي فيك، لانه ليس عوز لمتقيك يا رب، ليس عوز لمتقيك، لانه تحت جناحك امان للكل يا رب. احنا جايين احنا وبيوتنا وشعبنا والكره الارضيه كلها نقول لك محتاجين لك. ابسط يا رب، ابسط ذيلك علينا، ابسط جناحك علينا، خبينا فيك، خبينا في صليبك، خبينا في دمك. انقذ يا رب، انقذ يا رب. انت شايف الاحتياج قد ايه، انت شايف يا رب العالم شكله ايه، والخوف والاصابات والخسائر، كل ده بنحطه عند رجليك، كل ده بنحطه عند رجليك. واثقين انه انت يا رب المنفذ، وانت يا رب الملجأ، وانت يا رب المخلص، انت المحامي، انت اللي تحامي عننا كلنا يا رب. نشكرك ونعظمك لانه لا يعصر عليك امر، لا يعصر عليك امر. ليك للموت مخارج. نباركك ونعظمك، واثقين فيك، واثقين في عملك، واثقين في قدرتك، واثقين انك ترسل ملائكه يا رب، ترسل ملائكه تنشرهم في العالم كله، وتحط يا رب حد للوبا ده، وترسل يا رب ملائكه وتساعد العلماء في انهم يكتشفوا يا رب علاج للوبا ده. نعظمك، نعظمك لانك كلي القدره. امين. لو استأذنك، كنا أجل الأحداث اللي حصلت في مصر من يومين، الحدث الإرهابي اللي حصل ده، برضو عايزين نقف ونطلب يد الله القديرة أجل أن الأمر ده يتوقف، كل إرهاب. فعايزين نصلي من أجل المصابين، من أجل أسر الضحايا، من أجل تعزية، من أجل أن الدم والعنف ده يتوقف. أمين. الأهوى الإبن والروح القدس لأنه واحد. أيوة رب، بنحط الحدث ده بين إيديك ونقول لك رب، بنسألك تكون بتعزي كل أسر رب اللي فقدوا أولادهم، تعزيات السماء رب تكون بتملأ قلوبهم. بنحط بين إيديك المصابين، نقول لك رب تعالى أنت إلمس وإشفي يا رب كل اللي اتصاب، كل اللي اتصاب وكل اللي اتأذى. تحط الارهاب يا رب في بلدنا وفي العالم كله، ونقول لك يا رب تكون انت بتفشل كل خطط العدو الشرير، بتكون بيحصل انحصار يا رب للارهاب في العالم كله يا سيد الرب، في العالم كله. احنا يا رب منتظرين معونتك، منتظرين كده تكون بترسل ملائكه للمعونه يا رب في حربنا ضد الارهاب في العالم كله يا رب. اشكرك، اشكرك لانه عندك معونه وعندك خلاص يا سيدي الرب. عينينا بنترفع عليك ونقول لك يا رب تخلص العالم، خلصنا من كل ارهاب، خلصنا من كل ارهاب، خلصنا من كل ارهاب وكل شر وكل اذيه وكل كده صوره للعدو الشرير بنشوفها يا رب في الارهاب وفي الدمار والخراب والقتل والدم. يا رب انت اللي تكون بتخلص يا رب، تخلص
كثيرين يا سيدي الإله من اللي اتضحك عليهم يا رب، واللي مشوا في السكة دي وهم عن جهل يا رب أو عن غية وضلال يا رب، أنت خلص ولادك يا سيدي الرب، وحط حدود يا رب للإرهاب، حط حدود للإرهاب، وإحمي أنت ولادك وإحمي أنت بلادك يا رب. بنسأل حماية يا رب، حماية حماية من عندك يا رب لبلدنا المحبوبة يا سيدي الإله، تحمي كده ويحصل تطهير من كل بؤر الإرهاب يا رب في سينا، في اسم المسيح يسوع يا رب بنسأل ونطلب يا رب. آمين. أمين. الرب يضع حدود كده لكل إرهاب زي ما وضع للبحر حد لا يتعدى. احنا بفكر حضراتكم ان منتظرين مشاركاتكم على الأرقام اللي بتظهر واتساب وفايبر، وكمان متواصلين على صفحة قناة الحرية على الفيسبوك. هنبدأ طلبات الصلاة. أب أولاده الأربعة في السعودية محجوزين بسبب الوباء ومش عارفين ينزلوا مصر، وزوجاتهم وأولادهم قلقانين عليهم. تفضل يا فاتن. بسم الله والابن والروح القدس إلهنا الواحد أمين. مكتوب لأنك كنت عونا لي وفي ظل جناحيك أبتهج. يا رب بنحط إخواتنا يا رب بين إيديك، احفظهم احفظهم تحت ظل جناحيك، كن عونا ليهم يا رب. ودي يا رب إخواتي اللي بعتوا الطلبة صلوات مقتدرة يا رب، اديهم كده يرفعوا عينيهم ويثقوا فيك ويصرخوا لك. أشكرك لأنه في كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته خلصهم. خلص ولادك يا رب من كل ضيق، خلص ولادك. أشكرك لأنه زراعك قديرة، زراعك قديرة، زراعك قديرة. نحط الأمر بين إيديك، واثقين في تدخلات قوية. أشكرك يا رب، أشكرك، أشكرك لأجل سلام يملأ قلوب إخواتنا اللي في مصر واللي بره مصر يا رب. أشكرك إنه ثقتنا تزيد في شخصك وإيماننا يزيد في شخصك، وتصنع يا رب معجزات ليك كل المجد. آمين. أمين. بنت الرب طالبة صلاة من أجل ارتباطها، متقدم لها شخص وهي مش عارفة تقرر، محتاجة قيادة وإرشاد من ربنا. تفضل. إيه هي؟ بسم الله والابن والروح القدس إله واحد. رب بنسأل إنه تكون بتسير أمام بنتك والهضاب تمهد. أيوة أنت هو الرب السائر أمامها، تسير أمامها وتقول لك يا رب إن لم يسر وجهك أمامي فلا تصعدني منها هنا. أيوة بنتك يا رب بنيجي كده معاها وبنضم صوتنا لصوتها ونقول لك يا رب محتاجين لك، محتاجين لك ومحتاجين لقيادتك وإرشادك، محتاجين تكون بتعينها يا رب علشان تكون بتعرف تفكر وتعرف تقيم يا رب الشخص اللي قصادها ده إذا كان مناسب ليها وإذا كان هيسعدها. يا رب محتاجين أول الكل أنه يكون البيت أنت اللي بتبنيه بإيديك يا رب، محتاجين أنه نكون مصرين انه انت رب اللي تكون وجودك في بيوتنا قبل وجود ولادك يا رب، تكون انت اللي بعلاقة شخصية كده مع كل حد فيهم علشان تضمن نجاح البيت ونجاح الارتباط. اقول لك يا رب تعالى وتعمل مقابلات حية وقوية ومعرفة تكون بتفرح قلبهم بشخصك المبارك، بتكون بتقودهم وترشدهم وتهدي خطوتهم يا سيدي الرب. نسأل سلامك العجيب يكون بيقود بنتك يا رب، سلام وراحة يا رب، سلام وراحة لو شايف انه الامر ده يكون في سعادتها وفي خيرها يا رب، لانه انت عايز سعادة بنتك وخيرها. بيت يكون مليان يا رب بوجودك وحضورك، يكون مليان بمحبة انت تسكبها وتربطهم ببعض يا سيدي الاله. اقول لك لو انت مش موجود في البيت يا رب مش عايزين نكون بنتحرك، لكن وجودك مصرين يا رب عليه، بيت تبني انت بايديك يا سيدي. نحط طلباتنا يا رب امامك، منتظرينك يا سيدي الرب ترشد بنتك بكل وضوح، ودانها تسمع لصوتك يكون بيقودها في كل وقت يا رب، وفي كل امر صغير وكبير يخص امر ارتباطها في اسم المسيح يسوع. امين. 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 أمين. كده تتفتح الودان وتسمع الصوت. هذه أمين. هي الطريق اسلكوا فيها حينما أمين. تميلون إلى اليمين وحينما تميلون إلى اليسار. صوت الله يقدر يكون بيوصل لما أمين. بفتح القلب وأقول له اتكلم وخد سيادتك وخد مكانك في قلبي يا رب. هيعرف يكون بيرتب الحياة كلها بعد كده. أمين. صلاة من أجل ابن الرب لشفائه من دمور في العضلات. تفضل يا نشأت. بسم الله والابن والروح القدس الواحد امين.
اشكرك ونبارك اسمك. إلهنا العظيم القادر والقدير، أبونا السماوي اللي بيرعانا حسب كمال قلبه، اشكرك جايين لك من أجل ابنك يا رب. رب وكل مرض كل ضمور يا رب في اسم يسوع المسيح. أنت اللي صنعت الأعمى اللي ما عندوش عينين خالص يا رب، صنعت له عين من جديد يا رب. أنت اللي بتعطي الحياة لكل عدو فينا مات يا رب. أنت اللي بلمستك تخرج قوة من عندك يا رب لشفائنا، فيحصل شفاء إبراء وحياة جديدة. نبارك اسمك جايين لك لأجل ابنك يا رب. نعم يا رب في اسم يسوع المسيح، لمسة من إيدك القديرة، لمسة من إيدك المحيية الشافية على كل ضمور يا رب، فتجدد حياته في اسم يسوع المسيح. نباركك أنت هو أمس واليوم إلى الأبد، أنت حي موجود قريب، أنت اللي بجلدتك شفينا حملت أسقامنا. مبارك اسمك يا رب. نعم أنا بصلي لك من أجل ابنك يا رب، صلي لك من أجل إيمان يمن القلب، صلي لك من أجل ثقة في شخصك، صلي لك من أجل معرفة النهاردة جديدة يا رب. أنت بتدي معرفة جديدة في كل دائرة ضعيفة في حياتي، فأنا بسألك من أجل ابنك يا رب، عرفه على قدرتك في دائرة مرضه في اسم يسوع المسيح، فيتعرف عليك، فيا رب يثق فيك، فيؤمن بيك، فيطمن ليك يا رب، فتحصل معجزة في حياته، يسير عليك جدا يا رب. تصنع آية مع ابنك يا رب في اسم يسوع المسيح، تصنع معي آية للخير، فيرى ذلك مبغضية يا رب، لأنك أنت تعزي يا رب، وأنت يا رب تفرح قلبه لكل الكرامة والمجد. آمين آمين آمين. صلاة من أجل عبد المسيح، ربنا يسدد احتياجه المادي. أختنا هالة من فريق الصلاة هتشاركنا صلاة، تفضلي يا هالة. والآب والابن والروح القدس إلهنا واحد آمين. يا أبونا الصالح نشكرك من أجل إحسانك لينا كل أيام حياتنا، نفتكر ليك يا رب كل خير بمراحمك أعنتنا وعلتنا. بطلب من أجلي ومن أجل أخوي عبد المسيح من أجل كل احتياج محتاجين أنك تسدده لينا، لأنك أبونا وملناش غيرك، لأنه مكتوب يا رب لأن أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه. بنثق فيك وفي طرقك وكل أبواب تفتحها أمام ابنك. بنشكرك لأنك هتسدد، وبنطلب مش تسديد مادي بس، لكن بنطلب كمان تسديد نفسي وروحي. بنطلب الطلبة ونحطها في إيدك في اسم ابنك يسوع المسيح، ليك كل المجد. أمين أمين أمين. صلاة من أجل أخت عندها مشكلة في عينيها والعلاج ليس له نتيجة، تفضلي فدي. بسم الآب والابن والروح القدس إلهنا الواحد أمين. مكتوب يا رب والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. أشكرك إنك تيجي تلمس عين أختنا يا رب، نورها مش بس العينين يا رب، العينين والقلب والذهن والكيان كله ينور بلمستك. أشكرك إنه كان في واحد يا رب مولود من غير عينين وانت خلقت له عينين جديدة. اشكرك لانك قادر قادر على لمسات شفاء لأختنا يا رب. المس عينيها الان، المس عينيها الان، اخلق يا رب عينين جديدة بقوة جديدة بنور جديد. مفيش مستحيل عندك يا رب، مفيش مستحيل عندك، انت الاله الصانع العجائب العظام وحدك. نثق فيك يا رب، نثق في زيارات نعمة لأختنا، نثق يا رب في زيارات خاصة ليها. عظم العمل معاها رب، عظم العمل معاها لكل المجد. أمين أمين. صلاة من أجل أخ وزوجته بيمروا بمشكلة مادية معقدة تسبب ضغط نفسي شديد، تفضل. بسم الله والابن والروح القدس إله واحد أمين. بنجيلك علشان أنت هو الإله اللي لا يعثر عليك عن أي أمر يا رب. بنجيلك يا خالق السماء والأرض ونقول لك يا رب المشكلة كبيرة احنا شايفينها وشايفين انه ملهاش حل ولا مخرج، لكن بنيجي كده وبنعين اخواتنا وبنصلي بإيمان الكنيسة كده ونقول لك عندك مخارج يا رب، عندك مخارج، افتح ابواب يا رب، افتح باب من عندك، ارسل يا رب خير لأولادك، عينهم يا رب، اديهم حلول للمشكلة المادية ولا يكونوا بيضغطوا ابدا، نفسياتهم ما تكونش بتضغط ابدا، لكن تكون يا رب بيشوفوا بعينيهم ازاي انت هو الاله القريب اللي حاسس بيهم اللي تقدر تخلص يا رب. بنيجي ونقول لك ايوه، اذا كان الحمل كبير بس سمعنا النهارده وتعلمنا انه هندحرجه عليك
وحنشوف ايديك وهي بتصنع خلاص عظيم، منتظرينك بإيمان ومنتظروك لا يخزو أبدا، شاكرينك على كل اللي هتعمله. أمين. صلاة من أجل أبو فادي لكي يرجع لربنا ومن أجل هدوء في البيت. اتفضلي نشأتك. شكرك ومبارك اسمك يا أبونا السماوي اللي عندك قوة جذب عظيمة وعندك حب عظيم يقدر يسبي القلوب يا رب، اللي عندك شبع وعندك حياة، يلي مكتوب عنك في يمينك نعم إلى الأبد، أمامك شبع سرور. نعم يا رب احنا جايين لك نجل أبو فادي يا رب في اسم يسوع المسيح. شكرك. من يملى القلب غيرك ومن يجعل الطرق المعوجة مستقيمة غيرك يا رب؟ من اللي يحضن الضالين غيرك يا رب؟ من اللي يتبنى الشاردين غيرك يا رب؟ من غيرك يا رب اللي يا رب اللي دعا العبيد يا رب وخلاهم أبناء يا رب؟ مبارك اسمك يا رب، لسنا بعد عبيد لكن أبناء يا رب. أشكرك أنك تبنتنا، فأنا بسألك من أجل يا رب ابنك يسوع اللي تبنانا، أنا بسألك أن ابنك يا رب فادي يكون بيرجع لك يا رب، يعرفك يا رب. نعم في اسم يسوع المسيح. زي ما كانت التلاميذين كده ماشيين عابسين يا رب وكانوا خايفين ومضطربين والدنيا تاهت منهم، لكن مكتوب كده وجاء يسوع فاقترب منهم. حبيبنا احنا بنسألك يا رب تقترب من ابنك يا رب، تفتح عينيه يا رب وتكسر الخبز معاه يا رب وتمكس هناك يا رب، فيشوفك فيعرفك فيتلذذ بيك، فتزال كل عوائق يا رب وكل حاجز بينه وبينك يا رب، وكل امور معطله يا رب ان يشوفك يا رب، وتتفتح عينيه وتتزال قشور يا رب، وقلبه يا رب انت تكون قلبه يا رب يكون مسكنا ليك يا رب في اسم يسوع المسيح. في اسم يسوع المسيح بشكرك وباركك من اجل عملك، بشكرك من اجل دعوتك، بشكرك انك تنادي علي، بشكرك من أجل زمن الحب، بشكرك من أجل زمن الاسترداد، بشكرك أنك أنت وحدك اللي ترد المسلوب، بشكرك أنك أنت وحدك اللي تدي وتنادي بحياة على ابنك، بشكرك من أجل أنك أنت اللي بتنادي العظام اليابسة وتدخل فيها روح يا رب فتصير جيش عظيم جدا جدا، نادي على هذه العظام يا رب وادخل فيها روح يا رب في اسم يسوع المسيح فتقوم جيش عظيم جدا جدا. بشكرك من أجل أمانتك على ابنك وإرادتك الصالحة لي لكل الكرامة والمجد. أمين. كتير كده النهاردة يكونوا بيسمعوا الصوت كده مررت بك وإذا زمنك زمن الحب. أمين. صلاة من أجل مريم عندها صداع مستمر ونزيف، وصلاة من أجل الأسرة بتواجه مشاكل. أختنا نفين من فريق الصلاة هتشاركنا الصلاة، تفضلي نفين. بسم الآب والابن والروح القدس إلهين واحد أمين. يا رب نحوك أعيننا، بحط أختي مريم بين إيديك يا رب، أنت الإله القدير ليك كل السلطان، تعال يا رب إلمس كده دماغها، شيل منه كل صداع يا رب، شيل كل قلق وكل توتر بيسبب ليها الصداع، إديها تهدى ويمتلئ قلبها بالسلام. يا رب جايين كده أنا وهي قدامك ونقولك يا رب زي ما عملت مع نزيفة الدم تعمل مع أختي مريم يا رب، وتوقف النزيف اللي بقاله كتير عندها. ارفع إيماننا، ارفع إيماننا بيك لأنك أنت هو أمس واليوم وإلى الأبد. استلم كمان يا رب المشاكل اللي عند أسرتها، ادخل بيتهم، املاه يا رب كده بالحب، املاهم بالرعاية، تحنن عليهم. وقبل يا رب ما تدخل البيت ادخل قلوبنا، تعال أملك علينا وعدي بإخواتي يا رب فوق كل صعب. أنت اللي قلت كده اطلبني وقت الضيق أنقذك فتمجدني. بنطلبك يا رب بكل القلب ونثق في يدك القديرة من نحو هذه الأسرة بالكامل. عظم عملك يا سيد، عظم عملك لأنك أنت إله قدير لكل المجد والسلطان. أمين. 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 صلاة لشفاء الطفل كارلوس أندرو عمره 10 شهور. تفضلي نشأت. في مزمور 79 آية بتقول كده، ليدخل أمامك أنين الأسير كعزمة زراعك استبقي بني الموت. كارلوس أو المشكلة اللي عنده مكتوبة ولا لا؟ يعني نوع المرض إيه؟ لا بس الطفل كارلوس عنده 10 شهور. أمين. يقترب إلينا ويعيننا ويقترب إليه أنين الأسير. مبارك اسمك يا رب، أشكرك. تقدر قوي صراخنا. أيوة رب. أيوة. تسمع وتميل ودانك لنا، عمرك ما قفلت ودانك.
لأنك أنت صانع الأذن ألا يسمع؟ حاشا إنك تسمع، فإحنا جايين لك نرفع لك ابنك كارلوس من إيديك. أشكرك إنك تحمله على إيدك الحان يتيم، أشكرك إن هو ابنك تدلله، أشكرك إنك تظلل عليه بجناحيك، أشكرك إنك تسمع أنين الأسير اسألك يا رب من أجل والدته ووالده. رب اصرخوا لك وكل عيلته واسرته يا رب، احنا جايين نصرخ معهم اليك يا رب، يا من تسمع انين الاسير، يا من تبقي بين الموت، يا من تمد يدك وتسرع لنجاتنا يا رب. مبارك اسمك، نشكرك. بس احنا مش جايين نحنن قلبك، حاشا، انت قلبك مليان حنان وايدك مليانه خير، وانت اللي كنت بتقول بذاتك، محدش كان بيوصيك، انت بنفسك كنت تقول تصنع خير، تشوف ده تعبان تشفي، تكون تشوف ده ميت تقوم، تشوف ده اعمى تفتحه، تكون تشوف ده يا رب اعرج تقومه. عظيم في محبتك، مين زيك يا رب؟ فاحنا يا رب بنسالك في اسم يسوع يا رب انه تتمجد في حياه هذا الطفل يا رب، تكون شفائك لي علامه لحياته، وشفائك لي مجد لاسرته في اسم يسوع المسيح. صانع الآيات والعجائب نؤمن ونثق، أعن ضعف إيماننا، لكن أنت عظيم تكمل إيماننا يا رب في اسم يسوع المسيح، وتسمع لصلواتنا لكل الكرامة والمجد يا رب. آمين آمين. صلاة من أجل أم ساندي عليها ديون ومشاكل مادية، فضلي لها. بسم الله والابن والروح القدس الآن واحد آمين. يا رب انت ملجأنا، انت خلصنا يا رب، بنجيلك وبنشكيلك حالنا ونقول لك يا رب انت اللي ايديك يتحط فيها القليل تباركه، وتقدر تكون بتطعم الكثيرين ياكلوا ويشبعوا ويفيد عنهم. يا رب بنحط كل احتياج بنتك يا رب امامك، بنقول لك سدد يا رب، سدد انت الديون، بنفتح لك كده بالايمان الابواب، ونقول لك يا رب ننتظر، ننتظر انك ترسل يا رب، ترسل، عندك طرق عجيبة يا رب، طرقك وافكارك بعيدة جدا عن طرقنا وافكارنا. بسألك يا رب تساعد بنتك جدا انه يزيد ايمانها في شخصك، تقول لك مش لاقية حل على الارض والابواب متقفلة في وشي، لكن انت اله عظيم جدا، انت اله عظيم جدا، تقدر تصنع يا رب امور عظيمة بعيدة عن قدرتنا ان احنا حتى نتخيلها. سدد يا رب ديون بنتك، وتكون بتمشي كده وهي فرحانة انه سددت الديون عني، سددت الديون عني. انت مش بس بتسدد الديون الارضية، لكن وفيت ديوننا يا رب وخطيتنا دفعت ثمنها، تكون بتصنع وتخلص بنتك على كل المستويات، روحها ونفسها وجسدها وكل رب مليها خلاص عظيم لبنتك. سدد يا حبيبي انت، عينينا عليك يا رب، بنرفع عينينا من على الجبال من حيث يأتي معونتي من عند الرب، أيوة معونتي من عند السيد خالق السماء والأرض. عينينا عليك، وهتفضل متعلقة كده بشخصك لغاية لما نشوف يا رب إيدك وهي بتصنع وبترسل يا رب وبتسدد. أمين. صلاة من أجل هناء عندها مشكلة مع زوجها بسبب عدم الإنجاب. رأيت طريقه وسأشفيه وأقوده وأرد تعزيات له ولنائحيه. أنت يا رب تشوف الطريق، وأنت يا رب تشوف الصالح ليها. انظر يا رب لبنتك، ارفع رأسها زي ما رفعت رأس حنة. اشفي يا رب، اشفي، اشفي يا رب، افتح يا رب، افتح يا من تفتح ولا أحد يغلق. أعطي بنتك يا رب نسل قد باركه يا رب، أنت تفتح يا رب، أنت تفتح ولا أحد يغلق. أشكرك لأنك بتحبها ولأنها غالية عندك، أشكرك لأنك شايفها وهي مش منسية منك. أشكرك أنك تيجي يا رب بزمن تغيير عليها وعلى جوزها، تعالى بزمن حب وزمن يا رب تديها نعمة في عينيه، وتديله يا رب كده حب من عندك ليها زي حب المسيح للكنيسة. أشكرك أشكرك أشكرك، أنت واهب العطايا، انت واهب العطايا، وعطاياك بلا ندامة. اوهب بنتك يا رب، اوهب بنتك، انت وهبت حنة، وهبت رفقة، وهبت سارة، اوهب يا رب، اوهب يا رب. اشكرك اشكرك، مصدقينك مصدقينك، انت رب اله عظيم، انت رب اله عظيم، ليك كل المجد يا رب. امين امين امين.
صلاة من أجل فلوباتير باسم للشفاء. أختنا تهاني من فريق الصلاة هتكون بتشاركنا صلاة، تفضل يا تهاني. من الأب والابن والروح القدس إلهنا واحد أمين. أما أنت يا رب فلا تمنع رأفتك عني، تنصرني رحمتك وحقك دائما. يا رب أنا بشكرك جدا لأجل كلماتك، إنك تتراءف يا رب جدا وتتحنن على ابنك زي ما كنت في القديم بتتحنن. يا رب أشكرك لأنه ابنك يا رب فعلا مش منفي أمامك، لكن أنت يا رب فعلا بتتراءف عليه. يا رب أنا بسأل إن تحنناتك زي ما كنت في القديم بتتجول يا رب تصنع خير وتشفي يا رب كل مرض وكل ضعف في الشعب. تيجي يا رب فعلا النهاردة تتحنن عليه يا رب، تيجي كده وتنجيه من كل أمور التعب ومن كل أمور اليأس يا رب، من كل أمور المرض يا رب اللي بيضغط على نفسيته. يا رب أنا بسأل جدا من أجل لمساتك لابنك يا رب. يا رب زي كده ما في المزمور بيقول لك اشتد يا رب بأن تنجني يا رب إلى معونة أسرع. يا رب تعالى نجي ابنك يا رب من كل تعب شعر بيه، من كل يأس، من كل إحباط يا رب، من كل أفكار بتهاجمه في اسم المسيح يسوع. يا رب يكون بيرفع عينه عليك وبيطلب شفاء يا رب، ويثق إنك أنت هتتمد إيدك وتشفيه وتصنع معه أمر يا رب، لأنك ما بتحبه جدا من أجل محباتك ومن أجل صليبك ومن أجل يا رب فعلا مرحمك الغير عادية. باركك وأعظم اسمك لأنك صانع العجائب وحدك، ليه كل المجد. أمين أمين أمين. صلاة من أجل نادية وزوجها وأولادها أنطونيوس ومريم أن يعيشوا كلهم للرب ويكون بيتهم بيت للرب. أمين أمين. فاتن أمين. أما أنا وبيتي فنعبد الرب. طلبة غالية على قلوبنا وعلى قلبك يا رب، طلبة حسب مشيئتك. أنا بطلب ليا والأختي، أما أنا وبيتي فنعبد الرب. نكون يا رب بنحبك من كل القلب، من كل النفس، من كل الفكر، من كل القدرة. نكون يا رب بنختار نلتصق بيك أنا وأختي. حقق لها يا رب طلبتها، حقق لها يا رب شوق قلبها، شهوة الصديق تمنح. أيوة يا رب محلى العيش روايك، محلى العيش روايك. أشكرك أشكرك إنه شوق قلبك إنه نعيش معاك ونعيش في بيتك، مش شوق قلوبنا بس، لكن ده أنت يا رب، ده أنت. زي ما قالت أختي كده الآية اللي في الأول، فمررت بك ورأيتك وإذا زمنك زمن الحب ومحبة أبدية أحببتك، من أجل ذلك أدمت لك الرحمة. أشكرك إن كل الوعود دي وكل الآيات دي لينا إحنا ولادك، ده شوق قلبك يا رب إن إحنا نلتصق بيك ونتمتع بخيرك ونتمتع برحمتك ونتمتع بغفرانك ونتمتع يا رب بحلاوة الوقت معاك. أشكرك أشكرك إنه بيتها يكون بيت صلاة وبيت بركة، وتفرح يا رب بحضورك فيه فرح عجيب. نعظمك ونباركك ليك كل المجد. أمين أمين أمين. من الطلبات اللي يعني بتأسر القلب قوي إنه حد يكون مشتاق إنه يكون بيته وولاده وزوجه يعني للرب، الرب يكون بيسمع ويستجيب ويختم على أشواق القلب دي، إنه تكون يعني صادقة وأمينة وتكون بتستمر وتصمد في كل التحديات. صلاة من أجل إيفيلين يوسف من أجل مد يد الشفاء. تفضلي. هنا بسم الله والابن والروح القدس لأن واحد أمين. يا رب مكتوب كده سلام سلام للبعيد والقريب. قال الرب وسأل فيه. أي رب بنتك يا حبيبي محتاجة لشفائك، محتاجة لمسة إيدك. أي أشكرك أنه مش بتحتاج أنه نجيلك ونحنن قلبك، لأنه قلبك مليان بالحب والحنان. أشكرك علشان كنت بتجول أنت وتصنع خير وتشفي من كل مرض وكل ضعف، وأنت اللي كنت بتدور على الضعيف واللي تعبان واللي محتاج يا رب، وكنت بتروح له. بنتيجي انت لبنتك يا رب وتكون بتمد ايدك وتشفيها وتتملي كده بحنان وبمحبة تغمرها يا رب، نتيجة لمسة ايدك ونتيجة شفائك يا رب ليها. تمسك فيك وتقول لك ابدا محرخيك ابدا العمر كله، همسك فيك يا رب. انت طبيبي الشافي وانت حبيبي اللي كل العمر يا رب عايزه تكون ايدي في ايديك، ليك كل الشكر يا رب والحمد. امين.
صلاة من أجل سهير إن يسوع يغير حياتها. تفضلي نشأت. أمين. في آية كده في مزمور 73، أما أنا فالاقتراب إلى الله حسن لي، جعلت بالسيد رب ملجئي لأخبر بصنائعك. بنصلي من أجل أختنا سهير، وكون دي يعني الطلبة اللي تذكرها دائما لما تخش تصلي كده، أما أنا يا رب فالاقتراب لي حسنا لي، اقتراب معاك قرب منك ده حسنا لي. أمين. بارك اسمك وأشكرك فعلا يا رب. أنا جاي بصلي مع بنتك سهير بنفس المعنى ده يا رب، أما أنا فالاقتراب إلى الله حسن لي، حسن لي، سلام لي، فرح لي، ضمان لي، شبع لي، حياة لي. فمن فضلك يا رب لا تبخل على بنتك، لكن حاش أنت لا تبخل يا رب، لكن مد يدك يا رب في اسم يسوع المسيح اللي أنت نزلت من السماء كده، كسرت كل الحواجز وكل الموانع يا رب، وكل العداوة يا رب اللي بيننا وبينك كسرتها في ابنك يسوع. فتعالى من فضلك يا رب واحضن بنتك يا رب. أشكرك أنك تملي بتمد يد المصالحة، مبارك اسمك. أشكرك زي ما تقول الترنيمة، أمشي له خطوة يمشي اثنين، مبارك، خدت مسافة طويلة من السماء الأرض عشان تصالحنا عليك. فأنا بس أحط بنتك بين إيديك يا رب، كل تعب، كل ضعف، كل أمور معطلة في اسم يسوع المسيح، سلطانك على كل أمر معطل يا ربي، بين بينك وبين بنتك يا رب، وتتفتح قلبها يا رب، وتتفتح عينيها يا رب، وانت يا رب اللي تسهل ليها طريق التقوى يا رب في اسم يسوع المسيح. نعم يا رب، زي ما مكتوب بنقول في القداس كده، يلمنا بر الإيمان، سهل لنا طريق التقوى في اسم يسوع المسيح. نشكرك ونبارك انك انت تساعدنا في كل خطوه عايزين نخطوها نحوك يا رب. نشكرك ونباركك انك انت بنعمتك يا رب تثبت وتمكن وتقوي وتشدد. فابن بنتك نعمه، وافتح عينيها واسندها بايدك القديره، ومتعها بحضورك يا رب ومعيتك كل الايام. امين امين امين. صلاة لميري من أجل تعب وضغوط نفسية بسبب مشاكل في الخدمة. أختنا نفين هتشاركنا الصلاة، تفضل يا نفين. بسم الله والابن والروح القدس إلهين واحد أمين. رب أشكرك لأن أنت مقدر جدا أمانة قلب أختي في الخدمة. أشكرك لأنه مكتوب كده، لأني أسمع ما يتكلم به الله الرب، لأنه يتكلم بالسلام لشعبه. رب بصلي أن تملأ قلب أختي بسلام، تطرد كل قلق، كل توتر، كل ضغوط. أشكرك يا رب لأن الخدمة دي بتاعتك أنت، أبدا ما نشيل الهم جوه قلوبنا، لكن نحط الهم وكل مشاكل وكل ضغوط قدامك، نيجي كده نتكلم بيها قدامك كل يوم كل يوم، ونقول لك يا رب أنت بتتكلم بالسلام لشعبك. تعالى يا رب كل حرب جاية كده تكون بتتكسر في اسمك يا رب. بنشكرك جدا يا رب لأنه أنت ترسل أمامها ملاك يهيئ الطريق أمامها وينجح طريقها، إنه مكتوب إن الرب الذي سرت أمامه يرسل ملاكه معك وينجح طريقك. أيها رب اديها كده تمسك إيدها في إيدك وتمشي معاك، وتعرف إنك بترسل قدامها ملاك ينجح طريقها. ادينا رب أمانة قلب أمامك في الخدمة، وكل الأمور وكل المشاكل وكل الضغوط يوم بيوم تبقى تتحط قدامك، ونثق إن عندك حل وعندك إنقاذ وعندك نجاة. مع شفاعة أمنا العذراء مريم وكل مصاف قدسيك يا رب اقبل واستجيب. أمين أمين أمين. صلاة من أجل كريمة أن يفتقدها الرب ويشفيها، تفضلي فاتن. أبونا السماوي، بنحط أختنا كريمة بين إيديك، نطلب يا رب تعاملات واضحة يا رب ليها، اجذبها يا رب بمحبتك، اعلن لها صلاحك، أيوة تتصالح يا رب في أعماقها معاك. نشكرك 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 لأن رحمتك ملأت الأرض. نشكرك لأنك تحننات قلبك يا رب تشملها، مراحمك يا رب توصل لها. أشكرك لأنك صالح ومراحمك على كل أعمالك. إدي بنتك يا رب تلمس إيدك وتلمس يا رب حبك، اعلن لها يا رب، اعلن لها بأي طريق بأي وسيلة، أنت لا تعدم وسيلة، هي قد إيه غالية على قلبك. أشكرك 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 لأنك لا تهدأ حتى تتمم الأمر.
أشكرك إنك تخطبها لنفسك، تخطبها لنفسك بالمراحم وبالإحسان، تخطبها لنفسك بالحب الأبدي، تخطبها لنفسك بدم ابنك يسوع. أشكرك لأن النفس دي غالية قوي عندك، أشكرك لأنه كريمة يا رب، مش منسية منك، بندح عليها معاك. تصالحوا مع الله، تصالحوا مع الله، صلح يا رب، صلح، صلح يا رب. إن كان إبليس عمل وقيعة بينها وبينك، اليوم يا رب، اليوم استرداد لبنتك، اليوم صلح ونجاة، اليوم عبور من الظلمة للنور، اليوم حياة يا رب، حياة، اليوم حياة. يا إلهنا الحي، يا واهب الحياة، أشكرك إنه روحك ينعشها، روحك ينعشها، روحك ينعشها، روحك ينعشها. مكتوب كده، ترسل روحك فتخلق وتجدد وجه الأرض. مكتوب إنه روحك يحيي هذه العظام اليابسة وتصنع عجبا معها لكل الملك. آمين آمين آمين. إيه عندنا يعني آخر حاجة كده، استجابة طلبة صلاة مينا، الرب أنقذه من السجن، وصلاة إنه الرب يكمل معاه. إيه ممكن في دقيقة يا هالة علشان الوقت بتاعنا خلص، بس بنعظم ربنا على إنه يعني أنقذ مينا والرب فعلا يكون بيكمل. تفضلي. بسم الله والابن والروح القدس الان واحد امين. يا رب شاكرينك على كل خلاص عظيم صنعته، نشكرك لانك فتحت ابواب السجن واخرجت ابنك. نسال كده انه يكون بيفرح جدا باللي صنعته ويقول لك رب ايدك في ايدي، العمر اللي جاي كله انت تكون بتقوده وتكون بترشده في كل امر، في طريق حياته كله تكون انت بتستلم يا رب، وتكون معاه في كل وقت، فيكون ناجح في كل امر بتتحط في ايديه في اسم المسيح يسوع. يفرح برفقتك لي العمر كله يا سيدي الرب، لي كل الشكر ولي كل الحمد يا رب على رفقتك لي. كمل انت معي كل عمل صالح يا رب ابتديته في اسم المسيح يسوع. امين. بشكركم جدا، بشكرك يا فاتن، بشكرك يا هيلة، بشكرك يا نشأت. أعزائي المشاهدين، زي ما سمعنا النهاردة من باشمهندسة مارجو، قول القداسة البابا شنودة أنه وقت ما تعرف ربنا تتحول من مؤمن بالوراثة لمؤمن بالعشرة والاختبار. لينا النهاردة نكون ندخل في عشرة جديدة ومعرفة جديدة للرب يسوع، وتكون بداية طريق لحياة أبدية ما تنتهيش خالص. ربنا معك.